بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك صراصير في البيت صغيرة أو صراصير كبيرة أو عندك أي حشرات زاحفة، جيب لك النهاردة مادة مهمة جدا جدا جدا. المادة دي قاتلة للحشرات وطاردة لها، تمام؟ والمادة ديت هي مادة طبيعية وخالية من المواد الصناعية الضارة، ولا تؤثر على الأطفال ولا تؤذي الأطفال. المادة دي اسمها روح الخل. المادة دي اسمها روح الخل. روح الخل ده عبارة عن مادة مركزة من حمض الخل، وهو عبارة عن مركب عضوي كيميائي يعرف ايضا باسم حمض الإيثانويك وحامض الخليك، ومعروف بين الناس بالخل الاسود، وطبعا رائحته نفاذة جدا، وهو ما يمنح مادة الخل الطعم الحامض. المادة دي ليس لها لون، وهي تتصف بانها سائلة وسريعة التبخر، وكمان بتمتص الماء الموجود في الجو، وتعتبر من الأحماض الضعيفة. ويمكن لهذه المادة أن تتجمد في درجة حرارة قليلة. ومادة روح الخل دي كحال أغلب المواد الحمضية، حيث يكون لها طبعا فعل مطهر ولها فعل معقم. وفيما يلي سنعرض بعض فوائد استعمال روح الخل، وكمان محاذير استعمال روح الخل. بالنسبة لفوائد روح الخل، روح الخل يستخدم في عمل المخللات، وذلك بإضافة كمية ضئيلة منه إلى الماء المخلل، يعني نقطتين ما يزيدش، ليقوم بدوره بتسريع وتبكير عملية التخليل والاستواء. تعتبر هذه المادة ذات شأن كيميائي، لذلك فإنها تستعمل كعلاج في حالات الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل السأليل والسنطة والزوائد الجلدية. طبعا يستخدم روح الخل في علاج هذه الأمراض الجلدية، حيث يتم دهن منطقة السأليل أو الكلو بمادة روح الخل مرتين أو ثلاث مرات بشكل يومي، وستنتهي السأليل والكلو نهائيا من الجسم. يمكن استعمال كمان روح الخل في تبييض الفضيات وتلميعها لما لها من فعل قاشط، حيث يزيل الطبقة السوداء عن الفضيات ويكسبها رونقا وجمالا وكأنها صنعت حديثا. كمان مادة روح الخل دي مادة جيدة وطبيعية في إزالة البقع العالقة على أنواع القماش، على بعض أنواع القماش، وأيضا يمكن إزالة بقع الصدأ عن الأرضيات. كيفية استخدام روح الخل لقتل الحشرات وطرد الحشرات من المنزل وتعقيم المنزل وتطهيره، في طريقتين ممكن نستخدمهم لقتل الحشرات بروح الخل. أول طريقة، بتجيب لتر مية وتضع عليهم نقطتين من روح الخل وتحطهم في بخاخ، وتبدأ ترش الأماكن اللي فيها الحشرات دي، وتبدأ ترش الأماكن اللي فيها الحشرات يوميا، وإن شاء الله من أول يوم هتلاحظ في فرق شاسع جدا جدا، ومش هتلاقي الحشرات دياتي موجودة. فتستمر في استعمال روح الخل حتى تقضي على الحشرات، ترش الأماكن اللي موجود فيها الحشرات حتى تتخلص منها تماما، ترشها يوميا. ولكن لما تيجي ترش لازم تكون لابس كمامة. مادة روح الخل شديدة وممكن تسبب بعض الاختناق، بتسبب حدوث جفاف في المجاري التنفسية، وكمان تبعدها عن العين لأن هي بتسبب احمرار العين وتهيجها. الطريقة الثانية لتعقيم البيت وتطهير البيت وطرد وقتل الحشرات، انك بتجيب طبعا الجرد اللي هو تمسح بيه، وتحط فيه نقطتين او ثلاثة من روح الخل على لترين مية، وبعد كده تبدأ تمسح بيه الارضيات مسح بالشرشوبة. كل ما تيجي تمسح امسح بمادة روح الخل. طبعا زي ما قلنا محاذير استعمال روح الخل، هي طبعا مادة نفاذة
وتعتبر من المواد الآكلة، بيصدر عنها بخار يؤدي بدوره إلى إحمرار العين وتهيجها، كما أن يؤدي إلى حدوث جفاف في المجال التنفسية وشعور بحرقة الأنف، وبالتالي ينجم عنه احتقان في كل من الحلق والبلعوم ويؤثر في الرئتين. لذا ينصح باستعمالها بحذر شديد، تكون لابس كمامة وتحاول ما تستنشقهاش وتبعدها عن العين. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك أجدد فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.